كلنا أحلامنا كبيرة بنسعى نحققها في لحظة ممكن تتحول لأبسط احتياجاتنا اليومية إننا نقدر ناكل، نشرب، نلبس. في نيوريب بخبرتنا في مجال العلاج الطبيعي لقينا مشكلة ونجحنا نحولها لفرصة في مجال من أكبر المجالات الصاعدة في العالم. شفنا معناها الإنساني والاقتصادي والصناعي في نفس الوقت. في نيوريب اشتغلنا على مشروع هيغير حياة ناس كتير للأحسن ويرجعهم لحياتهم المستقبلية.